ضيفتي لليوم هي الدكتورة نوار. أنا سعيدة لسبب من أولاً لأنها ضيفتي، ثانياً لأنها معلمتي من المدرسة. أنا قصتها حافظتها من 8 سنين وحابة إنكم تسمعوها. دكتورة أول شيء أهلا وسهلا فيكي. هلا، أهلا وسهلا. ثانياً هيك حابة أعرف منك من 8 سنين لهلا، الأولى على المدرسة، وإحنا بنعرف إيش يعني تكوني الأولى على المدرسة، يعني بدك تروحي للطب، وبلكي أهلك كانوا حابين نفس الشيء، بس أنت صرت الدكتورة بطريقتك بمجال علم الجينات، فأحكي لنا كيف بلشتي. يعني لينا، أنا حبي وشغفي للعمل الأكاديمي، علم الجينات بالذات والأبحاث المتعلقة في هذا العلم، أكيد بلش من أيام الدراسة في المدرسة، لشعوري بأهمية الدراسات المستمرة، البحث العلمي لخلق ثقافة ومعرفة جديدة، وبالذات علم الجينات كونه جزء من اللغة في حياتنا اليومية، زي ما شفنا بالعامين الماضيين بوجود جائحة كورونا، وعلم الجينات هو اللي بيحدد المستقبل وين إحنا رايحين. وأنا شخص يمكن ما بحب يكون موضوع ضمن إطار معين، يعني لما كنت أسمع إنه نوار رح تدرس طب لأنها جابت معدل بيسمح لها إنه تدخل كلية الطب، ما كنت أحب أكون في هذا الإطار، وحسيت برضو إنه تخصص الجينات والأكاديمية بشكل عام والأبحاث العلمية بتسمح للمتخصصين في هذا المجال بالخروج عن صورة نمطية في طريقة التفكير، في طريقة العمل. دكتورة نوار، بالنسبة لكونك أم وبتحبي أو عندك شغف تجاه الأمومة، فكيف وزنتي ما بين شغفك تجاه أمومتك وما بين طموحك اللي هو يبدو أنه كتير كبير؟ يعني أنا بشوف في ثلاث عوامل كتير مهمة بحياتي: عملي، عائلتي، والدائرة الاجتماعية والأصدقاء، وبحس أنه الثلاثة والتكاملية بين هدول الثلاثة بعطوني شعور بالسعادة، الاكتفاء الذاتي، وطاقة متجددة لمشوار جديد ويوم جديد. طبعاً في كتير تحديات بتواجهني، والموازنة هاي صعبة ولكن هي غير مستحيلة. أنا بحس حالي محظوظة بوجود عائلة داعمة مشجعة. زوجك كيف بتفاعل؟ زوجي كتير داعم لشغلي وبيساعدني كتير في تدبير أمور الأطفال. عائلتي من إخوتي، والدي والدتي اللي بيساعدوني أيضا، عائلة زوجي. طب هل بما كمان ما وقفتي لأنه أنت هالقد مضغوطة وما قدرتي تكملي طموحك، ولا وقفتي أخذتي بريك مثلا ورجعتي شحنتي طاقة فيما بعد؟ أكيد في أيام أولا حسيت أنه أنا في تقصير باتجاه العائلة، باتجاه أولادي أو باتجاه عملي، وكان في فترات أحس أنه هاي التحديات هي مصدر إلهام لتصويب مساري. يعني أنا أول تحدي بتذكر بلش لما كنت حامل في بنتي سارة. أنا كنت في بداية أشهر الحمل، في الفترة اللي كنت عم بعمل فيها الزمالة ما بعد الدكتوراه، كنت عم بشتغل في المختبر وصار عندي نزيف، وكنت مهددة أني أخسر الجنين، وانطلب مني أني أقعد في البيت. المشروع اللي كنت عم بشتغل فيه كان بتطلب وجودي بالمختبر، فكان صابني حالة إحباط في هذيك الفترة. لأول مرة في حياتي كنت بحس أنه أنا بطلت مالكة لنفسي ولوقتي، بس قدرت أغير في المشروع نفسه بطريقة تسمح لي أعمل الشغل بالبيت. أنا لما بقرأ عن العلماء بغار، بشوف كيف إحنا بنستخدم منشوراتهم العلمية كمراجع في دراساتنا، وبطمح كنت إنه يصير عندي منشورات علمية تستخدم كمراجع من قبل الأجيال القادمة. بعد ما قضيت سنة بالجامعة كأستاذ مساعد وباحثة، حسيت إنه أنا حابة أمشي في الأسس العالمية في المشوار الأكاديمي،
وأعمل الزمالة ما بعد الدكتوراه أو المتعارف عليها في البوست دكتوريت فيلوشيب عشان أتحصن أكثر ويصير عندي جهوزية أكبر لأني أكون باحثة وأكاديمية مستقلة في جامعة فلسطينية بقدر أعمل فيها أبحاث علمية بتعود على المجتمع الفلسطيني بفائدة. بعد ما أكملت الزمالة ما بعد الدكتوراه حسيت أنه أنا صرت جاهزة لأنضم لجامعة فلسطينية كباحثة وأكاديمية، وانضميت للجامعة العربية الأمريكية كأستاذ مساعد وباحثة. طبعاً أنا كنت دائماً بطمح أنه أدرس الطلاب بفلسطين وفي الدراسات العليا بشكل خاص نمط التعليم اللي أنا تعودت عليه واللي أخذته في جامعة مثل جامعة كامبريدج، فكان هدفي إنه أجيب هذا النمط لفلسطين وأدرس طلابي باستخدام طرق تفاعلية بعيدة عن التعليم التقليدي. في فلسطين أصبح هنالك كفاءات عالية الخبرة، أصبح هنالك مختبرات مهيئة بطريقة بتسمح لنا إنه نقوم بأبحاث على مستوى العالم، وهون أنا بأكد على ضرورة وضع أولويات للبحث العلمي. رسالتي للمرأة الفلسطينية الشابة الطموحة إنها دائماً تجتهد وتثابر في عملها، تستمر في التعليم وتطوير ذاتها، بالإضافة لأنها تكون واثقة بحالها وتتحدى نفسها قدر المستطاع وما تخلي العراقيل تحدد مسارها بالحياة.